السلام عليكم. اليوم غادي نهضروا على الفرق ما بين الفران الديسك والفران الطنبور. اولا هو ان الفران بصفة عامة يخدم بالاحتكاك، اي قطعة تحتك مع القطعة اخرى باش نوقف الطوموبيل. اول فرانات شفناهم في الطوموبيلات هو الفران الطنبور اللي فيه واحد جوج قطع رئيسية لاموشوار، هي واحد القطع ميكانيكية موجود وسط منها واحد الفيران صغير. فاش تتبرك على الفران البومب تدفع الزيت اللي تيوصل لهاد الفيران ويخرج التيج ديالو اللي تيدفع لهاد المشوار اللي تيتحتك مع الطنبور وتيوقف او تنقص لينا من السرعة ديال العجلة. من المزايا ديال هاد السيستم هو انه رخيص في التكلفة على مصنعي السيارات وسهل في الصيانة ديالو وتيطول ومقاوم للحرارة. اما بالنسبة للفران الديسك، عندنا ديسك تيدور مع العجلة وجوج ديال لي بلاكيت اللي فاش تتبرك على الفران تيكون واحد البيستون او اكثر اللي تيخرج بفعل الزيت المضغوط اللي تيخلي لي بلاكيت تحتك مع الديسك باش توقف العجلة او تنقص من السرعة ديالها. هاد السيستم اكثر فعالية حيت تيوقف السيارة بسرعة، لكن هو اكثر تكلفة زائد انه تنتج حرارة اكثر، داكشي علاش الشركة تتخرج لديسك فونتيلي. في الأخير مجموعة من الشركات حيدت هذا الفران الطنبور إلا بعض السيارات اللي في الفئة الاقتصادية اللي مازالت تستعملهم في العجلات الخلفية فقط. واللي عنده شي تساؤل أو اقتراح يخلي لنا في الوصف.